يقول السائل: قال الله تعالى: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. لماذا استخدم سيدنا إبراهيم هذه الطريقة وهي النظر في النجوم؟ طبعا لأن إبراهيم عليه السلام كان في قوم يهتمون بالنجوم وبالنظر فيها وبعبادتها، ولذلك حتى عندما حاورهم في أمر الإله اختار الكواكب والنجوم، فنظر إلى الشمس ثم إلى القمر ثم إلى الكوكب، كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة الأنعام.